كما دلت السنة على شأن البلد، شأن الوطن، ثم ما يعرف بالتغريب، والتغريب عقاب يؤتى به للزاني البكر فينفى عن بلده، نوع من العقوبة عليه، نوع من العقوبة عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الرجل، إخراج الشاب، إخراج الفتى من بلده إلى بلد آخر، هذا نوع من العقوبة عليه. كل ذلك لأن البقاء في الأرض التي كان فيها الآباء والأجداد والوطن الذي ولدنا ونشأنا فيه، كل ذلك من الفطرة التي دل عليها الكتاب ودلت عليها سنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تعلق قلبه بالمدينة لأن الله جل وعلا جعلها مهاجرا إليه، فلما عاد إلى المدينة بعد حجة الوداع ودنا من دورها وظهر بعض بنيانها له، أخذ أطلق زمام ناقته وقال: هذه أرواح طيبة، كأنه يشمها شما. فالإنسان معلق بالأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في مرض بعض أصحابه كان يمسح بريقه الطاهر الشريف تربة الأرض ويقول: ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فجعل الأرض مرتبطة بالإنسان. وفي حديث آخر قال: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، لأننا خلقنا منها. فالإنسان حيثما وجد، حيثما كان، الوطن الذي نشأ فيه وترعرع فيه وفيه آباؤه وفيه أجداده، فإن الفطرة قاضية بأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون محبا لهذا الوطن، عالما به، مقدما ما يملك من غال ورخيص، من نفس ونفيس، من أجل سمو وطنه وعلوه بين الدول.